اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا النهارده ماتشات مهمه في الدوري المصري ومباراتين مهمين جدا المقاولين العرب بيتعادل بتعار... مع سموحه صفر صفر في الجبل الاخضر وطلع الجيش بيفوز على فاركو واحد صفر عشان ينجح طارق العشري بحصد الثلاث نقاط المهمين جدا 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 لطلائع الجيش انتوا عارفين ان طبعا طلائع الجيش يعني طبعا في مركز متاخر في منطقه الهبوط الانتصار ده بيعني الكثير لنادي طلائع الجيش وللكابت طارق العشري وفوز مهم جدا وفوز معنوي مهم جدا عشان يكون جدول الترتيب بعد ماتشين النهارده في الدوري المصري طبعا البيراميدز في الصداره 20 نقطه الاهلي 19 نقطه بمباراه اقل الزمالك يعني بمباراتين اكتر 19 نقطه نفس عدد نقاط آه آه الاهلي سموحه 19 نقطه من 10 مباريات نفس عدد نقاط الزمالك فرقه فرقه في المركز الخامس النهارده فرقه ما قدرش يتحرك في الجدول آه يعني آه طبعا المصري في المركز السادس 14 نقطه الاتحاد السكندري 13 آه آه نقطه آه فيوتشر آه آه في المركز الثامن واللي بعد الفوز المهم في المباراه الاخيره 12 12 نقطه سيراميك كليوباترا في المركز التاسع 11 نقطه البنك الاهلي 11 نقطه في المركز العاشر غزل المحله في المركز ال11 ب11 نقطه الجونه بنفس عدد النقاط في المركز ال12 ثم ثم امبي طلع الجيش بعد فوز النهارده يا جماعه بيخش بقى في المركز ال14 بعد عن يعني منطقه الهبوط بنقطة بقى فوق منطقة الهبوط بنقطة وزي ما كنت بقول لحضراتكم فوز مهم جدا للكابتن طارق العشري وفريق طلائع الجيش اللي الواضح ان هو هينط في الجدول وهيرجع لمكانه الطبيعي في الجدول ودي عادة طارق العشري الحقيقة طارق العشري بيعرف ان هو يمسك فرقة عندها مشاكل يعرف يعيد تنظيمها طارق العشري برضه انا بقول عليه ان هو ترزي ترزي ولما بقول على مدرب ترزي انا بابا دي كومبلمنت يعني دي حاجه يعني المدرب اللي بيعرف يقيف فرقته على قد امكانياتها ده المدرب المعلم طارق العشري واحد من المدربين دول اصحاب الخبره الكبيره بفوز النهارده بيخش في مكان كويس المقصه طبعا عنده ماتش بكره مع الاهلي المقصه يعني تحت قياده الكابتن تامر مصطفى ثمان نقاط وعاملين سيزون هايل مقارنه ب يعني المعطيات اللي معاهم المقاولين العرب بتعادل النهارده عنده ثمان نقاط والاسماعيلي الاسماعيلي يعني طبعا المقاولين العرب ثمان آه نقاط النهارده بيخش في منطقه الهبوط مره ثانيه بعد فوز طلائع الجيش لكن لسه امور كتيرة جدا هتت هتتغير والنهارده ماتش المقاولين وسموحه آه ماتش صعب لان يعني الفرقتين بيعرفوا يقفلوا كويس جدا فرقه سموحه بتقفل بشكل كويس جدا وبتلعب على الكاونتر اتاك والمقاولين العرب مع الكابتن محمد عوده آه فرقه محترمه وكابتن محمد عوده طبعا واحد من المدربين المميزين جدا ثم اخيرا طبعا الاسماعيلي ويسترن كومباني آه تعالوا نتكلم على الماتش الاولاني ماتش الاسماعيلي ماتش اسف المقاولين وسموحه اللي قلت لحضراتكم انتهى بالتعادل وعشان نعرف شويه تفاصيل اكتر عن المباراه معانا المدير الفني القدير الكابتن محمد عوده المدير الفني النادي المقاولين كابتن محمد مساء الخير سأل نور يا كابتن ميدو ودايما كده منور الدنيا وحاجه جميله وحاجه تشرف الدنيا كلها حبيب ربنا خليك يا كابتن محمد، عايز يعني اسالك على ماتش النهارده، انا عارف دايما ان مواجهات سموحه ومواجهات فرق احمد سامي بتبقى مواجهات صعبه لانه بيعرف يقفل الملعب بشكل كويس جدا، وبيلعب على هجمه مرتده بره ملعبه بشكل كويس، تحليلك لماتش, إن... لماتش النهارده ايه؟ والله انا بلاعب فرقه جايه لو كسبتني النهارده تبقى اول الدوري، بلاعب فرقه كاسبه الاهلي 3 0 وكسبان الزمالك 2 بلاعب فرقه كسبان اربع ماتشات على التوالي يمكن النهارده اول تعادل يوقفهم بلاعب فرقه عندها خط هجوم سرعات عندهم حلول فنيه عندهم دكه ففرقه متكامله ومعاهم مدرب كبير زي ما حضرتك قلت يا كابتن ميدو فكل ده كان في الحسبان اتفرجنا عليهم كويس قوي وقفنا على قد ما قدرنا النقط القوه بتاعتهم وحاولنا نجيب نكسب النهارده انما هم فرقه محترمه فرقه ثقيله حظي ان انا انا مسكت بدايتي كانت الماتش اللي فات المحله في المحله ماتش صعب جدا وكنا هنكسب في الاخر النهارده ماتش صعب سموحه فالماتشات صعبه يا كابتن ميدو والمشكله كمان اللي انا يعني انا كان معايا ستة بونت وانا رايح المحله المولين ما جمعش فمش عايز اخسر يعني هحاول بقى في كويس قوي وبحاول اجيب المكسب على قد ما بقدر يعني. النهارده انا لاحظت يا كابتن محمد يعني انا شفت الجزء كبير من المباراه انا توقعت ان انت ممكن ممكن في بدايه المباراه تحاول ان انت تضغط عالي على فرقه سموحه وتحاول ان انت تغلطهم في نص ملعبهم لكن لقيت ان انت سايب لهم الاستحواذ في بدايه المباراه وعامل شيب كويس جدا منظم في نص ملعبك ملعبك هل ده كان الجيم بلان بتاعك ان انت تسيب الاستحواذ لسموحه وتحاول ان هم يلعبوا جيم مختلف عن الجيم اللي هم متعودين عليه والله يا سموحه كابتن ميدو زي ما حضرتك قلت في الاول ان كابتن احمد سامي بيقفل في ملعبه كويس قوي منظم ورا اتفرجنا عليهم كويس قوي هم هم كانوا عايزين نطلع عندهم خط هجوم عندهم اربعه صراع جدا ودايم بيعملوا الهجمه المرتده يا كابتن زي ما الكتاب بيقول فكان لازم اقفل كويس قوي خطوتي انما النهارده انا بلعب 4 4 2 النهارده بادئ باحمد علي واماض في الودين فيعني كنت عايز اكسب انما حصل لي مشكله اثنين اتعوروا آه لويس اللي هو اللي عندي سرعات وباعتمد عليه في الجبهه اليمين اتصاب في الدويه على ظهره اتعور و... وفي نفس الكلام حسن الشامي فعملت تغييرين فهم دولت عندي تغيير واحد و يعني توقف واحد اللي اقدر اغير فيه الثلاث تغييرات بتوعي فده اللي اخرني في التغيير حتى في الشوط الثاني فسبت التغيير لغايه اخر ربع ساعه خايف اغير خلاص مش هقعد اغير ثاني فده اللي ده اللي قلل قلل قللني شويه في الشوط الثاني انما الشوط الثاني احنا عايزين نكسب انما زي ما حضرتك قلت الماتش مقفول من ناحيتين الحمد لله بشكر لعيبتي عملوا مجهود كبير أه بحاولت اكسب النهارده والحمد لله الموضوع قفل يمكن في اخر كوره في الدقيقه في الرابعه من الشوط الثاني كان لفاول وردت لكريم مصطفى راح لها بدري وكان ممكن يخلص الماتش أه الشوط الاولاني برضه جبنا شاط واحده جنب العارضه احمد علي راح انفراد شاطها الهاني كمان شاله فالحمد لله بنحمد ربنا كابتن ميدو ماتش صعب زي ما بقول لحضرتك والحمد لله يعني هي يعني الماتشات صعبه حتى عندي الماتش الجاي في يوتشر وبعد كده بيراميد فالخساره مش عايزة مش عايز ابقى يعني هتبعدك قوي يا كابتن ميدو والمشكله ان تحت الفرق كلها حوالين بعض فيعني زي ما بقول لحضرتك احنا قافلين ملعبنا كويس قوي لان النهارده في اي وقت تفتح الملعب كان سموحه كان خطر جدا وعندهم اربع صراع كان ممكن يخلصوا علينا فنرجع من الصفر تاني. كابتن محمد كابتن محمد انت مطمن على المقاولين في 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 البقاء هذا الموسم يعني مركز متاخر انا عارف وانا عارف ان انت مسكت الفريق متاخر لكن انت من خلال يعني العمل مع لعيبتك كل يوم مطمن ان المقاولين هيبقى في في الموسم في الدوري الممتاز هذا الموسم؟ ان شاء الله احنا بنعمل علينا بالمقا... يعني بنروح بدري كل يوم نفكر ونشتغل معانا لعيبه كويسه وفي لعيبه بره فلغايه يعني يعني ان شاء الله الدوري صعب يا كابتن ميدو النهارده بص مين اللي حواليك النهارده الجيش والاسماعيلي فرق كبيره كده كده هتعدي مقصة سيراميكا البنك الاهلي كل ده حوالينا الماتشين مكسب خلاص عديت بمرحله كبيره فاحنا الحمد لله ماشيين واحده واحده مش عايز يعني اقول يعني مثلا احمل اللعيبه طاقه اكتر من ولازم نكسب كام ماتش هي هنمشي واحده واحده لغايه ان شاء الله ما نعدي من عنق الزجاجه لو عدينا باذن الله نبدا نهدى ونبدا نلعب كورتنا انا النهارده برضو لغايه النهارده الماتش اللي فات والنهارده مش يعني مش راضي عن الاداء بتاعنا لان انت بتلعب تحت ضغط يا كابتن ميدو يعني مش دي الكوره اللي هي بتاعتي انما انا بقفل على قد ما اقدر لان في موقف حرج لغايه بس ما اجمع ابناط وان شاء الله نبدا نشتغل نركز في الاداء ونركز في في حاجات كتير ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه كابتن محمد بتمنى لك التوفيق المدير الفني النادي المقاولين العرب كابتن محمد عوده يعني قال لنا الكلام واضح وصريح هو دلوقتي ما يهموش الاداء الجيد ما يهموش اللي هو يهاجم النهارده واضح جدا من الجيم بلان بتاعه في ماتش سموحه ان هو في مرحله حصد نقاط تجميع نقاط لغايه ما يطمن ويبقى واقف على ارض صلبه بعد كده يبتدي ان هو ممكن يغير اسلوب اللعب ويحاول آه ويحاول ان هو يغير آه اسلوب آه لعبهم وكنت قلت لكم ان مهنة التدريب يا جماعة مش سهل رفقا بالمدربين لو جيت لو كلمت لكم مدرب مدرب هتلاقوا ان كل المدربين بتجتهد وكل المدربين بتخلص وكل المدربين بتروح شغلها بدري تحاول ان هي تحفظ لعبتها وتحضر شغلها كويس وتذاكر الخصم اللي هيلعبوه شغلانه محتاجه مجهود كبير جدا مش عايز يعني الناس ايه بكل سهوله كده ايه تطلع تقول لك ايه ده فلان لازم يمشي لا مش سهل ولازم نتعلم الثقافه دي على فكره أنا عارف إن سياسة تغيير المدربين موجودة في كل حتة في العالم، لكن إحنا بنغير مدربين يعني إيه زي ما بنغير قمصانا. الكلام ده لازم يقف والنزيف ده لازم يقف ولازم المسؤولين في الأندية يعرفوا خطورة والريسك بتاع المخاطرة بتاع تغيير آه تغيير المدربين ده بتهز فرقتك بتربك بتربك فرقتك فلازم رفقا بالمدربين اللي بيشتغلوا كويس جدا، كلهم بيجتهدوا وبيخلصوا. واحد من المدربين اللي كنت لسه بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه ان هو يعني ترزي وبكلمه ترزي انا بقول ان هو بيعرف في أي فرقته على قد امكانياتها على قد القماشه اللي معاه ويقدر ان هو دايما والتاريخ بيشهد ان هو دايما بيعرف يطور الفرق اللي شغاله معاه النهارده كانت مباراه مهمه جدا فوز وفوز مهم جدا للكابتن طارق العشري ولاعبيه ولنادي طلائع الجيش على فرقه طبعا فوز 1-0 فوز مهم جدا كابتن طارق مساء الخير كابتن ميدو مساء الخير الف مبروك يا كابتن فوز مهم جدا اعتقد ممكن يكون نقطه تحول لموسم طلائع الجيش باذن الله ان شاء الله مفيش شك يعني عاوز اقول لك اولا ببارك لمجلس ادارته والجهاز الفني والاداري واللاعبين لان احنا الفتره اللي فاتت ديت صراحه يعني كنا ضاغطين على نفسنا وواقفين على نفسنا بشكل كويس جدا جدا في الرابطه لكن للاسف في اللعيبه المهم الفارق زي ميدو زي فيكتور ده حتى جون انتوي حتى سمير يعني جم في الاخر لان دول كان في الاصابات فما معانا فتره الشهر على اساس ان احنا كنا نعدهم بشكل كويس جدا حتى على الصعيد البدني ولكن الولاد يعني ده ثالث ماتش على التوالي الدوري ادينا بشكل كويس اولا في الرابطه واستعدينا بشكل كويس على الصعيد البدني والخطط انت عارف ان احنا الشهر ده استغلناه اعاده ترتيب البيت من جديد. ماتش الجونه يعني يعني بلغه كره القدم كده اللي انا اللي انا وانت عارفها اتسرقنا فيه مم. لان احنا كنا كويسين جدا جدا جدا, جداً. تكتيكيا وكنا الافضل وصولا للمرمى وضيعنا لكن بيبقى عبر التوفيق والجونه يعني بهجمه مرتده خد مننا ثلاث مقاعد احنا كنا احق بيها. ماتش المقاصه احنا كنا الافضل في 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 الملعب ملعب صوبي قطع يا كابتن طارق من الولاد مع النتائج السلبية في البلد انا كانت جدا نتيجه طبعا ولا بالنادي ولا ولا انا ذات نفسي يعني انا دايما يعني يعني كل الفرق اللي انا ولا دايما بت يعني بتبقى دايما بتحاول تهرب من المناطق الخلفيه او مناطق الـ الهروب الـ اللي هي النزول فالنهارده كان فوز مهم زي ما انت قلت لان امام فريق جيد تكتيكيا عنده عناصر من انصاف الفرص تستطيع ان تصنع الفارق فتعاملنا معاها بشكل جيد جدا تكتيكيا ولاد بيستجيبوا واستطعنا ان احنا نقسم المباراه حسب يعني اللي احنا عاوزينه حتى في توزيع اللاعبين بين فيكتور بين بين انطوي وفيكتور الحمد لله يعني مع سيناريو المباراه استطعنا نحصل على ثلاث نقاط مهمين جدا احنا كنا في احتياج ليهم النادي ككل عشان انت ي... يعني عارف انت النادي لما يبقى فيه نتائج سلبيه بتبقى الدنيا متوتره طبعا فده ب... بيتصدر اللاعبين فالنهارده الفوز اعتقد ان اعاد الهدوء لجدران هذه الرياضه وكل فريق طلع الجيش وللاعبين عشان يتنفسوا ويكملوا المسيره لان انا شايفهم الحمد لله هم على التراك ومن ماتش المات بيعملوا بشكل جيد جدا جدا لكن احنا لسه في البدايات المشوار طويل محتاجين نرتقي الفوز مهم جدا عشان نعمل لنا دفعه معنويه في الخارج ان شاء الله كابتن طارق العشر المدير الفني لنادي طلائع الجيش بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك على فوز النهارده والحقيقه فوز مهم لانه فوز على فرقه كويسه وفوز على فرقه من الفرق اللي بدات الدوري بشكل كويس جدا طبعا فرقه تحت قياده المدير الفني كابتن مجدي عبد العاطي اللي قايم ب او عامل ماتشات هايله مع مع فريق مع فريق فاركو طبعا هذا الموسم لكن انا عايز ارجع لكم تاني للجول بتاع طلائع الجيش وبرضو يعني يا جماعه الواحد بيستغرب ازاي معلش يعني ما تزعلوش لعيبه المفروض ان هي النهارده في الدوري ممتاز اقف هنا كده اقفوا لي الراجل الراجل يا جماعه الباك ليفت الباك ليفت مين الباك ليفت بتاع فاركو يا جماعه الباك ليفت واقف غلط خالص يعني ما تزعلوش مني واقف غلط كان يعني كانه بيلعب في فرقه هواه كره الراجل مسك الكوره بيلعبها بالعرض الكره انا عايز اشرح لكم بس كيفيه التعامل مع, العرض مع العرضيات ازاي الناس المفروض ان هي بتتعامل مع العرضيات في جزء طبعا لازم احنا دايما جزء فني اقف يعني طبعا الـ 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 الناس كلها الديفنس واقفين غلط كل الناس وشهم لجونهم كل الناس ترحيلهم متاخر كلها حاجات تفاصيل صغيره في الاخر جون الكره لما اتعملت مع العرض الراجل مكمل من نص الملعب الراجل باك ليفت شايفين بيتفرج عليه كانه ملوش دعوه باللعبه يعني الطبيعي المفروض الراجل الباك ليفت واحد من الاثنين اللي بره دول اللي هو الاولاني ده لازم يخش يضم لجوه مع الراجل ده طبعا فينش حلو قوي قوي فينش حلو قوي من مهاجم طلع الجيش لان الكره دي الكره دي مش سهله كره صعبه محتاجه توجيه كويس ومحتاج ومحتاجه ان هي ان 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 هو يعني يوجهها بشكل كويس زي كانك كده بتلعب اي فور هاند في التنس لازم تثبت بطن رجلك بشكل كويس دايما الاهداف دي ما بتبقاش سهله لكن الراجل الباك ليفت بره اللعب خالص ان كاد الباك رايت لا الباك ليفت يا جماعه بتاع الناحيه الثانيه الراجل يعني واقف غلط خالص لكن ستيل فينيشنج كويس وده كان هدف هدف طبعا فوز طلائع الجيش على فاركو عشان عشان يعني طبعا اللي احرز الهدف فيكتور. يعني طبعا لاعب طلائع الجيش، كروس حلو قوي اعتقد ده احمد سمير وفينش حلو قوي واقفه غلط من الدفنس، اكيد طبعا الكابتن مجدي عبد العاطي هيبقى بيتفرج على الجول ده بيتفرج على الجول ده لما يروح البيت او هو في التليفون لما بعد المباراه او في الايباد او ايا كان هيبقى متجنن. ان انت تخسر بهدف زي ده الناس واقفه كل الناس واقفه غلط والترحيل متاخر السنتر باك الاولاني شايفين الراجل الباك رايت ماشي هو كده موجود في الحته دي تمام الراجل الباك رايت راح قابل المفروض السنتر باك الاولاني ده يعني ما يطلعش بره كده لازم ان هو يفضل واقف بهذا القايم والراجل الباك ليفت طبعا بعيد عن اللعب تمام مش موجود الراجل اللي مكمل ده يعني اعتقد اعتقد لا اعتقد الباك ليفت اللي واقف داخل اللي داخل مع الراجل اللي في نص الجون الراجل فيكتور ده جاي مكمل من نص الملعب لازم الراجل اللي في الظهر ده خالص لازم يضم لجوه يعني الوقفه كلها غلط لكن الجول حلو جول حلو قوي في توجيه في كروس كويس وفي فينيشنج صعب انا بقول لكم انا عارف الكور دي الكور دي بتبقى صعبه جدا انه احطها لمسه واحده بالشكل ده محتاجه لعيب يكون مركز ولعيب لعيب كويس ده هدف الفوز نروح لماتشات بكره طبعا الاهلي هيلعب بكره الاهلي هيلعب المقاصه بكره وعوده الاهلي للدوري المحلي وزي ما حضراتكم عارفين يعني بكره الساعه 3 طبعا سيراميكا هيلعب غزل المحله ام بي الاتحاد السكندري 5.5 و8 مساء الاهلي هيلاعب مصر المقاصه على استاد السلام المباراه الاولى طبعا سيراميكا وغزل المحله مباراه حلوه مباراة حلوة الفرقتين يعني غزل محلة بيتطوروا مع كابتن بسيوني وسيراميك كيلوباترا مع كابتن هيثم شعبان يعني بيقدموا موسم متوسط ولكن هو عارف كويس قوي ان هو يقدر يطور فريقه وعنده فرقة كويسة هو طبعا مدرب هايل امبي والاتحاد السكندري ماتش صعب ماتش صعب جدا على الفرقتين فرقة امبي طبعا الف سلامة على كابتن حلمي طولان طبعا عودته مرة أخرى بعد إصابته في المباراة الأخيرة في اسكندرية أه وفرق ماتش صعب على فرقتين الاتحاد يعني استغربت ان ان الاتحاد السكندري من 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 تاني اكتر فرقه دخل فيها اهداف او استقبلت اهداف في الدوري ودي مشكله لازم الكابتن حسام يحلها أه وكابتن حسام طبعا مدرب قدير ومدرب عنده خبرات كبيره أه لكن في مشكله في الدفنس في مشكله كبيره في الدفنس لازم تتحل انك تكون تاني تاني اكتر فرقه تستقبل اهداف في الدوري المصري المفروض الاتحاد الطبيعي ان هو الهدف ان هو بينافس على المربع عمرك ما هتعرف توصل للمربع وانت بتستقبل اهداف بالشكل ده حتى لو بتجيب جوان فما اعرفش هل 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 الاستراتيجيه لازم تتغير هل, هل دخل فيه 16 جون تخيلوا كتير كتير قوي لو انت عايز تنافس على المربع في تسع ماتشات 16 جون بتتكلم تقريبا تقريبا يعني أه 1.6 او 1.7 بير جيم اللي جوانع بيخش فيك تقريبا جنين كل كل ماتش ده كتير جدا والاتحاد عنده لعيبه كويسه وطبعا كابتن حسام اكيد لازم عارف ان هو لازم يعالج الاخطاء دي في اسرع وقت ممكن لان صعب تبقى في المربع او بتنافس على المربع وانت بيخش فيك عدد الاهداف دي ان شاء الله باذن الله الامور تتحسن وموضوع ازمه الدفاع في نادي الاتحاد السكندري تتحل لان عندهم لعيبه في التلت الهجومي كويسين جدا بيلعبوا كوره كويسه جدا اتفرجت لهم على الماتش اللي فات ورغم ان الملعب وحش وملعب صعب ماتش ايستن كومباني لكن عندهم لعيبه كويسه قوي عجبني جدا عبد الغني الراجل الاشول اللي هو بشعر ده لعيب كويس قوي وعجبني قوي ميسي لعيب بياخد الكوره وبيدوس عليها وبي احمد عادل ميسي بيدوس عليها وعنده ثقه في نفسه ودريبلر كويس قوي ما اعتقدش على فكره احمد عادل ميسي ده من احسن الدريبلرز في في الدوري من احسن من احسن الناس اللي بتاخد الكره وبتروح تجري بالكره تعمل دريبلينج وتروح واحد على واحد اللعيبه دي احنا مفتقدينها في الدوري المصري مش موجوده كتير عشان كده انا بيعجبني احمد رفعت قوي لانه بياخد الكره ويروح على اي واحد احمد عبد القادر بتاع الاهلي بياخد الكره ويروح على اي واحد طبعا بن اكيد في الدوري المصري وفي في في, 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 في في الزمالك لكن احمد عادل ميسي ده لو اتفرجتوا عليه في الاتحاد هتلاقونا على طول بيعمل الحركه اللي جاب منها الجون دي الشوط الثاني حتى في الماتش ده عملها مرتين ثلاثه لعيب كويس قوي لو عرف ان هو يحفظ نفسه ان هو الجون اللي جابه ده يقدر ان هو كل ماتش يكرره مرتين ثلاثه على فكره في لعيبه لعيب ممكن يكون عنده لعبه واحده وكل الناس في الملعب عارفه ان هو هيعملها ويعملها ويجيبها جون كل مره يعني انت بتتكلم آآ 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 عن ريه تيري انري مثلا تيري انري عاش يعني ستين في المئة من الجوان بتاعته بياخد الكرة ناحيه الشمال ويخش جوه العالم كله اللي بيتفرج بالديفنس بالجول كيبر بكله عارف ان هو هيعملها كده بليسنج في البعيدة وبرضه بتخش بيخ في البعيدة هو خلاص حتى لو انت عارف فأتمنى ان هو احمد عادل ميسي ان هو يكرر دي مرة واتنين وثلاثة واربعة وتبقى دي تريد مارك ليه اللعيب على فكره كل لعيب لو 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 نجح ان هو يعمل تريد مارك ليه بيبقى ما فيش حد عارف يوقفه فيها هو مركز في حاجه ويفضل شغال فيها يعني انا فاكر وانا صغير واحنا في اياكس كان كنت شغلي ان انا حسيت ان انا لو قطعت على القريبه في الكروسات ما حدش عارف يوقفني فابتديت كل يوم اجيب كوره 20 كوره اعمل لي كروسات واقطع على القريبه واعملها لغايه ما بقيت خلاص في الماتشات جبت جوان كتيرة جدا في الدوري في الدوري وفي الـ في الـ في الشامبيونز ليج من ان انت قاطع على القريبة، كرة اتلعبت قاطع على القريبة، قاطع على القريبة، خلاص انت بقيت اتميزت بدي. انا بكلم اللعيبة، كل لعيب لازم يحاول يخلي ان حاجة متميز فيها، سواء فري كيكس، سواء وافضل اشتغل عليها مرة واثنين وتلاتة وأربعة وخمسة لغاية لما أجدها وأجدها وكلامي أكتر للعيبة، لعيبة الدوري ولعيبة الناشئين. لازم يبقى عندي تريد مارك بتاعتي انا بلعب بدماغي كويس انا بشوط كويس انا دريبلر كويس انا بلعب انا بشوط الكره بالحركه كويس يبقى عندي التريد مارك دي وافضل اتك عليها وادوس عليها لغايه ما تبقى دي بتاعتي انا مشهور بيها انا عارف إنها لو جت لي في الماتش كل الملعب عارف إنها جون وده كلام نفسي بتحط في المخ وبتشتغل بيه كلام مهم مهم جدا نروح لماتش طبعا الاهلي لا لاعب المقصه وعايز اقول لحضراتكم يعني طبعا الاهلي اعلن قائمه المباراه حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير الشناوي بيرجع مره ثانيه تاني لقائمه لقائمه الاهلي الدفاع محمود وحيد رامي ربيعه محمد اشرف ياسر ابراهيم كريم فؤاد ومحمد هاني الوسط حمدي فتحي اليو ديانج عمرو السليه محمد محمود وقفشه محمد محمود موجود في القائمه وده خبر يعني بالنسبه لي آه خبر سعيد جدا لان محمد محمود يعني من اولادي آه في وادي دجله واللي انا بحبه جدا وعارف ونفسي إنه يرجع مستواه ان شاء الله يرجع لمستواه وقفشه الهجوم حسين الشحات وطار محمد طار مكيسوني احمد عبد القادر ومحمد فخري زياد طارق وحسام حسن أه ومحمد شريف دي قائمه المباراه اللي اختارها موسيماني أه أه لمباراه الغد امام المقصه ولاحظتوا هتلاقي ان في غياب علي معلول غياب عبد المنعم وايمن اشرف ثلاثه يعني لاسباب مختلفه كلها الاسباب يعني اصابه او, أو ممكن اجهاد حاجات كلها أه ان شاء الله بسيطه باستثناء بس ايمن لسه ممكن اللي قدامه أه اللي قدامه أه وقت أه ويعني موسيماني خلاص جاي هو عارف عنده سكواد كبير وعنده لعيبه مميزه جدا وهو شايف ان اللعيبه دي يقدروا ان هم يكسبوا الماتش ده طبعا فرقه المقاصه فرقه منظمه جدا تحت قياده الكابتن تامر مصطفى واقفين كويس جدا بيلعبوا على الكاونتر اتاك بشكل كويس متحفظين بشكل كويس ان شاء الله نستمتع بماتش بكره الساعه 8 مساء على ملعب السلام مغربي ومحمد ياسر اتنين لعيبه صغيرين يعني لاحظتهم في كاس الرابطه ومحمد مغربي بالذات شد عينيا لعيب سنتر باك اشول بيتقدم وبيبدا هجمه بشكل كويس واحد من مكاسب كاس الرابطه النهارده الاهلي خد قرار ان هو يروح تشيك ان يروح تشيك اه او تشيك ريبابليك ربوب يعني وانا عجبني جدا الفكره دي على فكره ان الاهلي عامل سيستر كلاب يعني ايه سيستر كلاب يعني توامه نادي معاه في اوروبا النادي ده بيتقل له اللعيبه بتوعه خلي بالكم مهم جدا 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 يعني انا عاجبني بحي اداره الاهلي واداره الكوره في الاهلي على فكره ان انت يبقى عندك سيستر كلاب في في اوروبا حلوه جدا وفي المستوى ده اللي هو بتاع التشيك بتاع نادي صغير في النمسا بتاع الكلام ده ليه؟ اللعيب يا جماعه لما بيسافر عنده 19 سنه و18 سنه يسافر يقعد سنتين ثلاثه في اوروبا صدقوني بيبقى لعيب مختلف الديفلوبمنت بتاعته والتطور بتاعه بيفرق عن كل اللعيبه اللي في مصر سبع ثمان سنين سنتين انا فاكر اول لما سافرت اول ست شهور سبع شهور في بلجيكا لما رجعت تاني بقى بلعب مع نفس زمايلي هم نفسهم حسوا ان انا لعيب مختلف انا حسيت ان انا اتفرقت عنهم كلهم لعيبه كبار وكلهم كويس لكن في السن ده رغم ان انا كنت اصغر منهم فرقت التدريب الاكل النوم الجديه في التدريبات الـ 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 ان انت مخل، مخلينك يعني ايه دايما متحفز ودايما عايز تلعب ودايما بتتمرن بجديه، ما فيش حاجه اسمها بره ان انت بتتمرن بالراحه. ما فيش حاجه اسمها ان انت نازل تمرين النهارده تاخدها بالراحه مش هتاكل معاهم. هيفرموك هيفرموك. الناس بتفرم في التمرين، لعيبه بتتمرن باستاذات المونيا تك فيش هو اللي بيقول لك يعني ايه ذا واي ترين ذا واي يو بلاي، الطريقه اللي بتتمرن بيها هي الطريقه اللي بتلعب بيها، فلو ما اتمرنتش كده مش تلعب مش هتعرف تلعب. فده بيطور فعجبني الفكره قوي مغربي من لعيبة كويسة بصراحه محمد ياسر ما اتفرجتش عليه يعني كتير فمش قادر اقيمه لكن حلو قوي فكره ان انت تودي لعيبه وادي ده اللي حصل مع عبد القادر ده اللي حصل مع عبد القادر عبد القادر برده راح تشيك تقل شويه هناك وتعلم شويه حاجات تعلم شويه حاجات يعني وبعد كده لما رجع راح اعاره لون دي طبعا صوره محمد ياسر ومغربي مع امير توفيق ومع كابتن خالد بيبو وعجبني جدا يعني الشغل اللي عامله امير توفيق فيه حاجات كتير في حاجات كتير انه هو دايما انا عارف ان هو الديلز دي هو كان يعني ليه دور كبير فيها انه هو يعمل اتفاقيات وطبعا ان, إن... الاهلي ماشي بسيستم كويس في سي... في سيستم كويس في رئيس قطاع ناشئين محترم في راجل مشرف موجود اجنبي في ناس شغالين بشكل بشكل كويس وبسيستم كويس كل واحد بيعمل شغله عشان كده في نجاح زي ما قلت لكم عشان كده في نجاح وعلى فكره مش عيب ان انا اشوف الناس اللي قدامي واللي حولها بيعملوا ايه واحاول ان انا اشوف ايه اللي ينفعني واعمله كلامي للانديه الثانيه صدقوني مش عيب ان انا كوبي حد ناجح <applause> مش عيب ان انا كوبي حد ناجح وبيكسب باستمرار وعنده يعني استمراريه في المكسب ف بالعكس ده الغباء ان انا اتكبر واقول لا انا عايز اعمل آه انا راجل لا انا ايه يعني انا هعمل آه الحاجه بتاعتي اللي انا اللي انا لسه هاخد ريسك ومخاطره عليها فكويس ان الأولاد دول يسافروا في السن ده كويس ان هم يحتكوا بمدارس اوروبيه ويلعبوا ماتشات في التلج و... ويتعاملوا مع مدربين من بتاعتهم مختلفه ومدربين هناك الميزه ان ما حدش هيطبطب على الاولاد دول مش حد يقول له معلش انت النهارده اتاخرت 10 دقائق طيب بص خش التمرين النهارده ولو 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 اتاخرت تاني مش هتلعب فيش هزار اتاخرت دقيقه بره بره وبره الماتش و... فبيجي لك اللعيب بعد كده بمنتاليتي وبعقليه مختلفه وهو دي الميزه اللي عملها الاهلي عاجبني جدا كان ان يعني في تنوع في الافكار بعمل نادي مثلا في الممتاز به سيستر كلاب برضو عندي في محلي بدي له لعيبه واشتغل آه قصه لازم تمشي آه بالشكل آه بالشكل آه ده اروح لتصريحات آه موسيماني يعني موسيماني عمل انترفيو مع آه بودكاست آه بودكاست في آه آه جنوب آه افريقيا آآ آآ اسمه اون ذا ويسل بودكاست يعني زي اونلاين راديو كده في في جنوب افريقيا بيقول ارسن فينجر مدرب ارسنال الاسبق معجب بقدراته واداء ديانج لقد سالني عنه بالفعل وقال انه لاعب رائع ده كلام جميل جدا تذكرت في هذه اللحظه عده لاعبين يشاركون في الدوري الانجليزي من قاره افريقيا مثل ناكامبا نجم زيمبابوي وويلفريد نديدي نجم نيجيريا وتوماس بارتي نجم غانا وتسألت هل هناك فرق بين ديانج وهؤلاء هو بيحاول يكبر ديانج الكلام اللي بيقوله موسيماني ده احسن تسويق لديانج لو الاهلي قرر قرر ان هو يعني يسوقه بشكل كويس انا في رايي في رايي و يعني طبعا كلنا في الكوره ممكن نتفق ونختلف انا في رايي ان ديانج وعلي معلول هما الاثنين احسن صفقتين الاهلي جابهم من اول جيلبرتو وفلافيو يعني جيلبرتو وفلافيو نقلوا الاهلي في حته كويسه جدا جيلبرتو كان لعيب جامد قوي وفلافيو طبعا كان راس حربه محترم واحسن صفقتين جم بعديهم افارقه واجانب بشكل عام انا في رايي علي معلول وديانج علي معلول يعني طبعا مفتاح لعب مهم جدا الاهلي استفاد منه سنوات طويله وديانج انا بقول لكم الديانج ده من خلال يعني انا فاهم السكاوتس بتوع بره الكشافين بتوع الانديه الاوروبيه وكل الكلام ده كله انا بقول لكم ديانج ده يطير ب 7 8 مليون دولار عادي عا مش عايز اقول لكم 10 مليون دولار عادي عادي مفيش اي مفيش اي مشكله نرجع لتصريحات موسيماني طبعا عبد المنعم سيلعب في اوروبا اتوقع له ذلك بيتكلم على فكره ده انترفيو ايجابي جدا بالنسبه للاهلي يعني ان هو بيسوق للعيبه لعيبه الاهلي بشكل كويس. مدافع هادئ ويمرر الكره باتقان وسريع وصغير السن. اعتقد انني ساجدد عقدي مع الاهلي واذا لم يحدث ذلك ساشعر بالصدمه. اوكي؟ اذا لم اجدد ساقول للمدرب الذي يتولى المهمه بعدي لا اعرف ما الذي ستفوز به. حققت لقب دوري ابطال افريقيا مرتين والسوبر الافريقي مرتين وبيعد يعني الـ 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 الالقاب اللي حصل عليها وهنا برضو ايه يعني موسيماني انا بقول لكم تاني يعني موسيماني بيعيد نفس فكر نفس التوجه بتاعه باستخدام الاعلام في التفاوض على عقده. مش عايز افتعل المشكلة يعني ما فيش مشكله ان شاء الله ما فيش حاجه لكن انا بقول لكم ان يعني هو برضه نفس الكلام هو بيوجه الميديا ان هو يعني ايه خلوا بالكم بصوا انا لكم بايه؟ بيحط ضغط على 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 إدارة الأهلي ان لو جبتوا أي حد تاني هيبقى بيشتغل تحت الضغط ده معنى الكلام على فكرة. إذا لم أجدد سأقول للمدرب الذي يتولى المهمة بعدي لا أعرف من الذي استفوز به. يعني بيقول لإدارة الأهلي المدرب اللي هيجي يشتغل بعديا هيفضل عايش في الشادو بتاعي شوية، هيعيش في ظلي شوية. هي هيبقى في مقارنات ما بيني وما بينه مباشره لأنه هو جاي بعد مدرب ناجح فاز بحاجات كتير. بصوا علم التفاوض ده ده علم يعني علم كبير جدا. بتدي كارت انت اصلا مش عايزه بترمي كارت عشان تاخد كارت فموسيماني ذكي جدا في استخدامه للاعلام. في استخدامه للاعلام في التفاوض على تجديد عقده وهو بيلعب حته الجيم يعني بيلعب جيم ان هو بيتكلم مع الميديا بتاع جنوب افريقيا والاعلام بتاع بتاع جنوب افريقيا وانا سؤال يعني سؤال بساله للمسؤولين في الاهلي وع وعايز رد انا عايز افهم عايز افهم القصه بتبقى ماشيه ازاي يعني يا ريت تردوا عليا يعني, علي يعني. آه، الاهلي عامل سيستم كويس قوي وعامل نظام كويس جدا نظام محترف ونظام يعني آه آه، فيه احترافيه كبيره جدا ان هو عامل اتفاق مع لعيبته في العقود بتاعتهم ان انت لو ظهرتوا اعلاميا او المدرب ان انت آه، في برسنتج نسبه بتروح للنادي الاهلي من يعني ال القيمه المدفوعه او او القيمه اللي مدفوعه للنجم الاهلي او المدرب الاهلي اللي ظهر معاك وده بينفذ في كل ال... بتاعه وانا بحترم الكلام ده الكلام ده كلام 100 100 ونظام 100 100 يحمي لعيبتك ويدي يحمي حق النادي و... والنادي ليه حق لان هو جزء من نجوميه اللعيبه ولكن انا السؤال اللي عايز اسأله للناس في الاهلي هل لما موسيماني بيعمل انترفيوز مع صحف جنوب افريقيا هل بتطبقوا نفس الشرط ده عليه ولا لا؟ لو هو حاجه بيد يعني حاجه مدفوعه الاجر. سؤال. سؤال. هل ده بيحصل ولا ولا الكلام ده بينفذ على الاعلام المصري فقط؟ او او القنوات المصريه فقط؟ انا ما اعتقدش ان في فلوس بتتاخد من اي صحف اجنبيه. ما اعتقدش ما اعتقدش لكن انا بسال بسال السؤال ويا ريت الناس لو عندهم وقت او فرصه ان هم يجاوبوا يجاوبوني يجاوبوني يعني عايز اعرف القصه القصه بتمشي آه بتمشي ازاي طيب تعالوا طيب نكمل تصريحات موسيماني طبعا لاعلام جنوب افريقيا آه املك لاعبين مميزين بالطبع لا يوجد لدينا محمد ابو تريكه او بركات او وائل جمعه ولكننا نبحث دائما عن تحقيق النجاحات وكنا نطمع في تحقيق ميداليه بلون مختلف في كاس العالم الأندية ولكننا لعبنا لعبنا بعضونا عناصر مهم ساكتب في مذكراتي ما قاله لي توماس توماس توخيل مدرب تشيلسي طبعا وانفانتينو رئيس الاتحاد الدولي عندما قابلوني في كاس العالم للانديه ده كلام موسيماني في تصريحاته آه ليه طبعا اون ذا ويسل بودكاست الجنوب آه الجنوب آه افري افريقيه تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنتكلم كلام مهم جدا عن المنتخب وافكار كيلوش في استدعاء بعض اللعيبه وهنتكلم عن نتائج قرارات اتحاد الكره آه 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 النهارده هنتكلم عن الاسماعيلي وتعيين حمد ابراهيم آه آه مديرا فنيا آه للنادي آه آه الاسماعيلي وها اهم حاجه يعني طبعا هيكون معانا آه آه روكي ساباري مدرب آه ساجرادا الانجولي اللي لسه يعني لاعب قدام نادي الزمالك في زوم وهنساله اسئله مهمه جدا عن المنافسه في هذه المجموعه وعن آه اكيد هنساله عن مباراه الزمالك الاخيره اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا آه وطبعا معانا آه مداخله مهمه جدا مع روي او روكي سابيري آه مدرب سجرادا الانجولي اللي عمل ماتش هايل وماتش جيد جدا آه امام الزمالك آه وقدر ان هو يخرج باول نقطه ليه امام طبعا فريق كبير وهي اول مشاركه آه ليهم آه في آه آه طبعا في بطوله افريقيا لل챔بونز ليج فرق كبير جدا في التاريخ لكن هم احترموا الزمالك بشكل كبير وشكلوا خطوره على الزمالك في الشوط الثاني، الحقيقه فريق الاعداد يعني عمل معايا نمره او موقف عمري يعني يعني ما كنت اتخيله ان هم كانوا فاكرين ان الراجل بيتكلم انجليزي، فلما دخلت اتكلمت مع الراجل من دقيقتين طلع ان هو ما بيتكلمش الا فرنساوي وبرتغالي، فانا بخبط فرنساوي شويه فاشوف هعمل معاه ايه؟ ربنا 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 يستر Euh, Taban. Euh... Roy, euh, bonsoir, monsieur. Euh, C'est Mido. Toi, tu parles pas l'anglais, non Tu parles l'anglais ou non Non, 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 non. Ah, tu parles Je parle portugais, je parle portugais ou, ou français Portugais ou français, ok. Je vais parler français. connais Moi, je jouais à Marseille pour un an. Euh, je, je parle français, je parle, je parle un peu, à tout de suite. Un petit peu. Ok nous allons ah, comm commencer le match contre, contre Zamalek. Euh, tu as fait le, 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 le très bon match, euh, tu l'as bien organisé contre une euh, grande équipe comme euh, com 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 Zamalek, avec la grande histoire de, de l'Afrique. Euh, comment te, 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 Je veux que tu te, te parles de, de, sur, sur le match. Euh, toi, tu te, te, te content avec le résultat ou non? Oui, euh, oui, merci pour, pour, pour votre invitation pour parler relativement à, avec le match. Je connais bien les messieurs Milou parce que j'ai vu beaucoup de, de matchs que vous avez faits. Mmh. Euh, je, pense, je pense relativement au, au match que nous avons fait. Je suis content avec le résultat parce que nous jouons avec, avec une, une grande équipe. Vous connaissez la, la réalité d'Afrique, vous connaissez la réalité des Zamalek. vous connaissez aussi la notre réalité. Nous sommes niveau dans la compétition. Euh, mais nous jouons avec, comme je l'ai dit, une grande équipe. Et pour nous, pour nous c'est important pour pourra être de, de de garder l'équilibre le match euh, nous savions déjà que il y en a beaucoup de joueurs que sont très importants sont joueurs de, de, de sélection et ils sont faire beaucoup de matchs que que tous nous non, nous tous connaissons la, la, les moments des Zamalek avec la sélection de, de c'est pour cela que je pense que les matchs que nous avons fait, un, un, nous avons fait seulement un point jusqu'au jusqu Z. Mais comme ça reste quatre matchs, je pense que l'équilibre que, que, nous, que nous avons été ici, le, le, les matchs que nous avons fait avec Zamalek, nous avons cherché maintenant le... le, le les quatre matchs pour faire les, pour faire les, les, je pense euh, trois points euh, avec les, les Petros, c'est important la prochaine la prochaine le prochain match mais relativement que nous avons fait avec une grande, une grande équipe, équipe je suis je je suis, erré, je suis avec moi je suis erré, je suis avec le les, les joueurs, les, je suis avec, je suis avec les autres adeptes, adeptes de, 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 de Petro qui, nous, est, nous, est, qui nous, nous avons aidés dans les matchs. Et je pense que nous avons, nous avons cherché notre 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 espace dans la compétition. Euh, ok. طبعا انا سالته عن المباراه وهل هو سعيد بالنتيجه ولا لا فهو قال لي أنه هو طبعا بيشكرني على بيشكرني على دعوة يعني على دعوتي لي للحديث عن المباراه في البرنامج وقال ان انا يعني اعرف جيدا ميدو لان انا كنت دايما بشاهد او بتفرج على مبارياته قال ان انا يعني طبعا غير سعيد بالنتيجه بنتيجه التعادل رغم ان انا عارف ان انا كنت بلاعب فريق كبير واحنا عارفين قدراتنا جيدا وعارفين ان احنا جداد في البطوله واحنا عارفين ان احنا بنلعب فريق كبير الزمالك عنده لعيبه في السليكشن ديجيبسيان يعني في المنتخب المصري وبيقول ان باقي لسه اربع مباريات هم تحصلوا على نقطه ان هو المباراه القادمه مباراه مهمه جدا امام بيترو اتلتيكو هيحاول ان هو يفوز فيها وان هو يعني الشارشيل ل 3 يعني هو بيبحث عن الثلاث نقاط امام فريق كبير كبير, كبير زي اتلتيكو واسف لو ما ترجمتش كل حاجه يعني لكن حاولت على قد على على, على قد ما اقدر ميسيو غوي سي, سي غوي او روكي باسكو لا بولتوري اه روكي اوكي Roki, okay, oui. euh, euh, pour toi c'est quoi le, c est, c est qui le, le, le... joueur qui le euh, plus dangereux des de Zamalek? Le plus intéressant des Zamalek. C'est qui le joueur qui est plus, de, plus dangereux? Euh, Zamalek, c'est une grande équipe. Il y en a beaucoup de joueurs. Euh, par exemple, je vais donner le... Je vais dire que euh, le gardien, c'est un, un grand, c'est un plus grand. Et il quand jouait, il est, il est... Il est il organise beaucoup la, la défense, il organise aussi le, le, les matchs en général. Il, il est euh, euh, très, important, très important pour la décision de, de beaucoup de moments de, 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 de match. Il y en a, il y en a aussi là, euh, les joueurs qui, qui jouaient avec le numéro 28. 28 avec, euh, Oui, oui, avec le euh, numéro 8. J'ai oublié le nom, mais je connais les numéros. 8 au 28. Aussi, euh... Tous les deux Oui, ça va. C'est pour nous, c'est bon pour, parce que les ISO, ils ne pas joué. Ouais, ouais, Et... vrai, mais, euh, Zizou, euh, Zizou oui, c'est vrai. Zizo, aujourd'hui va jouer le résultat de, de les tests, le, le COVID-19 c'est négatif. So, je, lui il va jouer le, le prochain match contre contre Oui, Ouais c'est bon c'est bon pour ça, mais j'ai <laughs> ouais. pense que il, comme, comme, comme il va jouer déjà la prochaine match avec Oueded. Je, je nous avons nous avons assisté les matchs <laughs> c'est pour, pour faire l'impact c'est bon bon c'est bon pour nous. Yeah, mais ouais. comme, comme je dis que les ISO ils comme nous jouaient Ici, c'est pour nous, il, il, est, il est très, 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 très... Très, très dangereux. Bon. OK. OK, laisse-moi okay. laisse laisse parler avec l'audience, euh, s'il vous plaît. Euh, euh... طبعا انا سالته عن مين اخطر لعيب واجهته في الزمالك فقال لي ان الزمالك فريق فريق كبير وفريق فريق كبير جدا لكن اكتر اللعيبه اللي شدوا نظره هو الحارس طبعا جباسكي ابو جبل وقال ان هو يعني اتدخل في او صد فرص صعبه كانت ممكن ان هي ترجح فريقه للفوز بالثلاث نقاط وقال ان اكتر لعيب عجبه نمره 8 في الزمالك هو مين نمره 8 امام عاشور آه إمام عاشور أكتر لعيب وفي حد 28 مش عارف قال قال إن إمام عاشور أكتر لعيب عجبه في الفريق وقال إن هو بيحمد ربنا إن زيزو ما لعبش بيقول إن زيزو واحد من أكتر اللعيبة اللي هو كان قلقان منها قبل المباراة فقلت له إن هو هيلعب دلوقتي قدام الوداد فقال لي ده خبر كويس إن هو هيلعب آآ قدام آآ الوداد آآ ميسيو غوكي آآ 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 Euh, le, le, le décider le, 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 le dernier match pour jouer euh, à 5 derrière avec 3 euh, défenseurs. Pour, pour toi, le système de les le dernier match, euh, toi, tu as expecté ce système ou c'est le, le surprise pour, pour toi Non, ce n'est pas surprise, euh, mais c'est un, un système un peu compliqué. Hum. Parce que ils sont joués avec le, le, les quatre défenses, mais quand ils sont quand ils sont avec le les ballons par exemple, quand quand Zizou, quand l'autre joueur qui, qui joue qui sont joués là, un côté droit, l'autre côté côté Fattour, gauche. Fatou sont... Fatou Fatou qui jouait à gauche. Fattour. Oui, oui. Oui. Ouais. Il, il n'est pas joué euh, tous les matchs dans la ligne. Il jouait beaucoup dans, dans, le, dans, de, la... dans le terrain. Ouais. Oui, oui. Il, il jouait beaucoup, beaucoup proche avec le numéro 9, le, mmh. qui jouait la, la position numéro 9. Et quand, quand il entre dans, dans le terrain, eh, il compliquait beaucoup le notre latéral parce que il est notre latéral, ils sont fermés beaucoup et, et nous, nous laissaient beaucoup. L'espace le, de nos le côtés. Ouais. Oui. Ouais. oui, 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 ça va. اوكي لـ لـ يعني طبعا انا سالته عن هل هو تفاجئ ان كارترون غير طريقه اللعب ولعب بثلاثه في قلوب الدفاع فقال لي لا ما تفاجئتش انا بالنسبه لي كنت شايف ان هم عايزين يعملوا ان هم وهم بيبداوا الهجمه ان دايما فتوح والناحيه التانية حمزه المسلوسي كانوا بيحاولوا يخشوا لعمق الملعب وهم معاهم الكوره وده سبب لنا مشاكل كتيره جدا لان كان لازم اللعيب اللي الناحيه الثانيه عندنا بيخش لجوه وده كان بيخلينا ان احنا نسيب مساحه كبيره جدا على الاطراف اللي قدر يستغلها الزمالك الزمالك بشكل بشكل كويس كويس ميسيو روكي نو با بارلي دو ماتش كونتر بيترو اتليتيكو C'est plus compliqué quand, quand notre équipe uh, angolais avec toi, le même groupe, ou tu n'as fait pas le différent pour, le, pour vous Non, euh, c'était compliqué parce que nous sommes de, 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 dans la même région, nous sommes euh, de, dans le même championnat, nous nous, nous connaissons bien, euh, nous avons fait beaucoup de matchs entre nous, euh, toujours que nous jouons. Euh, euh, entre Sagrada et, et, et Petro, c'est un c'est un match très compliqué. Okay. Euh, nous avons, mais je, mais je pense que c'est important pour nous pour gagner. Nous avons nous avons fait tous. Nous allez, euh, je vais je vais regarder bien le match les derniers matchs de Petro avec avec Widad. Ouais. Et Après nous avons cherché le, quelle est la, la situation qui nous qui nous est favorable. بور لي ماتش نو افون فوا بي جي باس ماتش تري يعني طبعا انا سالته عن المواجهه القادمه ما بين ساجرادا وما بين بترو اتلتيكو وهل بالنسبه له مواجهه فريق من نفس البلد تفرق معاه وهل ده بيخلي الامور معقده أكتر بالنسبه لهم في المجموعه فقال اكيد قال ان دايما لما بتكون عندك بتلعب فرقه من نفس البلد انت عارفهم كويس وهم عارفينك كويس بتلعبوا مع بعض في الدوري المحلي وبيقول ان هو ماتش مهم جدا وان هم هيحاولوا يعملوا كل حاجه ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه لكن هو عارف ان بيترو اتلتيكو هم المرشح هو المرشح الابرز بالفوز بالفوز بالمباراه ميسيو روكي ميرسي بوكو بور اكسبتي مي انفيتاسيون سيت ا سيت شور ريمونتادا ا شانس ميرسي Merci aussi nous avons nous sommes fiers quelque chose pour pour طبعا سالته في الاخر آآ 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 طبعا في الاخر شكرته على قبوله يعني دعوتنا اسف يعني الناس اللي, اللي, اللي... اللي بتفهم فرنساوي قوي لكن انا حاولت على قد ما اقدر ان انا افهم منه الكلام واتمنى ان اكون وفقت يعني في الـ في, الـ في ان انا اترجم على قد على قد ما اقدر وطبعا دي كانت مداخله مهمه جدا مع روكي سابيري مدرب ساجرادا الانجولي اللي اتكلم فيها كلام مهم 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 جدا جدا. تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معايا زون 14 عويس وطارق شعبان وهنتكلم عن اهم الماتشات في اوروبا الـ الـ الاسبوع ده نتقابل بعد الفاصل بحضراتكم في زون 14 المنطقه اللي بنتكلم فيها والفقره اللي بنتكلم فيها عن الكره الاوروبيه مع طارق شعبان وعويس اللي برحب بيهم النهارده طارق مساء الخير مساء على العمي. ايه الاخبار عامل ايه كله تمام عويس مساء الفل مساء الفل عامل ايه انا كويس النهارده محضر لنا ايه يا شباب النهارده يعني طبعا هنبتدي بالدوري الاسباني وفوز مهم جدا لبرشلونه على فالنسيا 4 1 علشان يعني الترتيب يتغير وبرشلونة أموره تتعدل ويبقى عنده فرصة كويسة جدا للمشاركة في الشامبينز ليج في الموسم القادم وده الهدف الواقعي بالنسبة لبرشلونة يعني طبعا عايزين نشوف جدول الترتيب طبعا ريال مدريد في الصدارة 57 نقطة سيفيا 51 اه نقطة واسبانيول عملوا خدمة كبيرة لريال مدريد بتعادلهم مع اشبيلية اه ريال بيتيس 46 نقطة في المركز الثالث برشلونة بعد فوزه يعني بيتساوى مع اتلتيكو مدريد ولكن فوز مهم جدا في ملعب صعب جدا اه لبرشلونة في مباراة تألق فيها اوباميانج اه ولكن برشلونة عندهم ماتش ان عندهم مباراة أقل يقدروا ان هم ينطوا يبقوا 45 نقطة يعني واتلتيكو مدريد السنة دي وحشين سيميوني يعني غير طريقة اللعب التلاتة ورا وأربك الفريق بتغييرات كتيرة وتغييرات تكتيكية كتيرة على عكس عادة سيميوني اللي دايما كان متمسك بالأربعة أربعة اتنين بشكل كبير فيها ريال في المركز السادس تسعة وثلاثين نقطة سوسيداد في المركز السابع تمانية وثلاثين نقطة بالباو خمسة آه بعد لعب خمسة وعشرين مباراة سبعة وثلاثين نقطة سيلتا 32 نقطة أساسونا 32 نقطة سيلتا فيجو والله عجبني عاملين ماتش كويس وبيلعبوا ماتشات حلوة جدا في البلايدوس رايو فاليكانو 31 نقطة في المركز ال 11 فالنسيا إلتشي اسبانيول ختافي ريال مايوركا غرناطة قادش ديبورتيفو الافيس واخيرا في المركز الاخير ليفانتي اللي قريب جدا من من الهبوط عايزين نبدا بمباراه برشلونه وفالنسيا ومباراه اللي ظهر بيها آآ طارق آآ برشلونه بشكل مختلف وعايزين نعرف منك تكتيكيا ازاي قدر تشافي ان هو يغير برشلونه في وقت سريع وقدر ان هو يعني ببعض الانتدابات اللي فيها ذكاء كتير جدا من الناحيه الاقتصاديه ان هو يعمل فريق جديد لبرشلونه يعني هو تشافي عمل ماتش كبير جدا قصاد فالنسيا وكان عامل ماتشات ثانيه قبل كده يعني ماتش نابولي برضو اللي فات كان عامل ماتش كبير وليه كذا ماتش قبل كده عمل ماتشات كويسه جدا مع برشلونه ولكن الحظ ما كانش بيحالفه او الفريق ما كانش عنده انتاجيه في في الثلث الاخير <applause> آه ماتش فالنسيا قدم ماتش كبير جدا تشافي والحقيقه فالنسيا ساعدوه بشكل كبير في اللي هو يقدم الماتش ده وده اللي احنا هنقوله دلوقتي هنقول ازاي فالنسيا ساعدوا تشافي في الماتش ده آه برشلونه بداوا بال4 3 3 المعتاده بتاعتهم هم بيبداوا اللعب كان دايما ديمبلي واوباميانج وفران توريس موجودين فوق في الثلث الاخير من الملعب <applause> بالشكل ده وكان ديونج ديونج وجافي موجودين دايما فوق في نص ملعب فالنسيا ده هم بيبدأوا, دا وهم بيبداوا اللعب م. وكان دايما ديست مش عارف مش عايز اتحرك لي ديست أيوة كان موجود محن. هنا هو جوردي البا م. وكان بوسكيتس مع جارسيا وراوخو هما اللي بيبداوا اللعب مع تريشتجن آه فالنسيا هما بيب بيبداوا اللعب وهما بيضغطوا على يعني طالع عايز اسالك سؤال معلش آآ آآ إيه جافي سيب سيب, 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 سيب. جافي في طريقه لعبه وهو بيبدا الهجمه بيخلي الجناحين متعطلين لورا شويه وقدامهم الاجنحه فاتحين على الخط الجناحين بتوعهم فاتحين و... فوق على الخط فاتحين آه. عرض الملعب فوق في الهاف والاثنين الفول باكس اه الفول باكس لا موجودين تحت على على الاجناب على الخطوط اه وبوسكيتس هو اللي موجود قصاد والاثنين اللي في الهاف سبيس لا الهافات فاتحين فاتحين عرض الملعب لا مش قصدي الوينجرز الهافات اللي هم على الدايره أنا الثمانيه اللي اه اللعيبه اللي داخلين يعني في الهاف سبيس الاثنين بيخشوا في الهاف سبيس بالظبط يعني بيهن. دي على فكره دي نفس طريق جوارديولا القديمه بالزبط. اللي كانت مع تيري هنري اللي بدا مع صامويل ايتو وبيدرو وبيدرو كان الاجنحه بيبقوا فاتحه الموسم اللي بعديه الموسم اللي بعديه دخل الاجنحه في الأوف سبيس انا فاكر لما أوه. لعب ميسي مهاجم وهمي عشان ب... هم يرام وخلاهم وخلى الباكيت تعز اه احنا معنا فوتجز من الماتش يعني ممكن نجيب الفوتجز ونت... ونتكلم عليها شوف الصور بتاعه المباراه يا جماعه ازاي تكتيكيا قدر آه... تشافي اللي هو يتفوق اسمها قدر قدر مش قدر <applause> اقدر اقدر في اسكندريه بس لا ماشي يعني. <applause> <applause> وهما بيبداوا اللعب ده كان الشكل بتاع برشلونه دايما اللي احنا كنا بنقول عليه اراوخو مع جارسيا هما اللي موجودين مع تيجن وسيرجيو بوسكيتس هو اللي قدام الثلاثه اللي تحت وديست مع البا موجودين دايما في الاجناب وديونج وجافي هما اللي موجودين فوق فالنسا هما بيضغطوا وميدو على على برشلونه كانوا دايما بيضغطوا بالاربعه اربعه اثنين بتاعتهم بست لعيبه موجوده في ثلث في برشلونه اللي كان بيساعد برشلونه ان هم يطلعوا بسهوله من تحت الضغط ده ان برشلونه كان دايما عندهم تفوق عددي في المكان ده برشلونه كان دايما عندهم 8 لعيبه قصاد 6 لعيبه من من فالنسيا ده سهل عليهم اللي هم يخرجوا بالكوره تحت الضغط ولكن اللي سهل كمان اكتر الافكار اللي كان عاملها تشافي لا ممكن يا جماعه نجيب الصوره الثانيه تانية تاني بس مهم اه هي دي اول صوره اه لا هم كانوا غيروها كمل كمل آه علشان الافكار اللي كان مجهزها تشافي علشان يطلع تحت الضغط بتاع بتاع فالنسيا لو رحنا للصوره اللي بعد كده هنلاقي ان الاثنين بتوع الدائرة لا المهم ثاني يا جماعه انا بس رجعوا لي الصوره الثانيه معلش عشان عايز اقول حاجه للمدربين يعني اللي بيتفرجوا علينا ان الناس دي ازاي بتشتغل آه الناس دي بتشتغل آه في التدريب الناس دي بتشتغل في التدريب ان المربع اللي طارق عمله لكم ده هم بيعملوا بوزيشن جيم استحواذ كده 6 8 في نفس الحته دي في الملعب وبيبقى الاهداف بتاعتها الاهداف بتاعتها ان هو بيحط جونين صغيرين على الاجناب في المربعات دي ان انت عندك ثلاثة اوبشنز يا اما تطلع بالكرة تحطها في الجون من خلال طبعا الجيتس اللي بيعملوها بالشكل ده او في جول كبير بيبقى واقف فيه لعيب ان انت تطلع, آآ علي. آآ تطلع عليه وبعد كده كل الناس ترحل تزق ف يعني انا بحاول اشرح لحضراتكم ازاي الناس دي بياخدوا اللي هم بيعملوه في التدريب ويطبقوه في المباريات زي اللي طارق قال لحضراتكم <applause> عايز اكلمك اخد من كلام طارق واكلمك عن فالنسيا وهل فالنسيا اخطاوا ان هم ياخدوا قرار ان هم يروحوا يضغطوا عالي على برشلونه؟ هل انت شايف ان هم ما قدروش برشلونه بشكل كويس وما قدروش السرعات اللي موجوده في الدفا... في خط الهجوم بشكل اللي ممكن لو لعبوا بخط دفاع متقدم ان هي تعمل لهم مشكله وهو ده فعلا اللي حصل؟ ما هي دي مشكله ان انت تضغط عالي يعني ان انت تفكر ان انت تضغط عالي مشكلتها ان انت م. لو الفرق اللي قدامك عندها سرعات بالذات في الاجنحه وده م. موجود وعندك سرعات في اوباميانج وبانت جدا في الجون الاولاني م. بتبقى مشكله كبيره طاح حلو قوي الجون الاولاني طبعا تفسع في الجون ما ينفعش تضغط أو. عالي يا ميدو من غير حاجتين ومعروفه ده 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 بيسكس يا يعني اما تبقى بتضغط على الكره ولازم يبقى عندك سنتر باك سرعه ولازم يبقى يعني مع الضغط على الكره بيبقى ضغط جماعي مش ضغط اتنين بيضغطوا هم كان يعني باين في الصور لما ترجع للصور تاني بيضغطوا ضغط غلط يا يعني اما بيقفلوا زي ما كان طارق بيقول على الـ على الـ على, على الباكين عشان يلعبوا الكره لسيرجيو بوسكيتس او ايا كانت القصه ايه فكان الضغط الضغط مش 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 يعني مش مع بعض مع مش بلوك واحد مش بلوك واحد مم. مع ان ورا ما في السرعات مختلفه مم. يعني لعيبه برشلونه اسرع بكتير بس السنتر باكات بتاع انت شايف ان هم كان لازم يستنوا برشلونه يستنوا برشلونه برشلو برشلو شويه برشلو مش لازم و... على فكره مش قصدي ديفنس انا رايي يعني ان احسن حاجه في الكوره ال... دلوقتي اللي هي ال 20 متر اللي قبل أب... اللي يعني من اللي هي قبل أب... يعني 10 متر قبل نص الملعب وال 10 متر بعد 5 متر بعد الدايره و5 متر بعد داينة. احسن احسن ده البلوك اللي انت ده البلوك اللي هو ميديم بلوك ده انا بالنسبه لي ده احسن حاجه في الكوره الحديثه يعني طارق نكمل اللي... نكمل تحليل بقيه الصور اللي معانا هتاكد صحه كلام عويس في اللي قاله احبكم وانتم متفقين ده كلام جميل جدا عيب عليك يا فتحي هنا من من الحاجات اللي كان بيشتغل عليها تشافي اللي هو كان بيخلي ديونج وجافي <applause> الاثنين اللي هم المتزاله او الاثنين اللي هم المحاور اللي في نص <applause> <تص الملعب اللي هم يكونوا موجودين باقرب منطقه ممكنه لعرض الملعب علشان يسحبوا معاهم الاثنين بتوع الدائره اللي موجودين في فالنسيا علشان يفتحوا مساحه كبيره جدا ما بينهم لو رحنا للصوره اللي بعد كده هنلاقي ازاي فالنسيا كانوا يوم. بيفكروا ده اللي كان بيقوله عويس ان فالنسيا كانوا عايزين بيشتغلوا على فكرتين في في الضغط اللي هم يوجهوا هجمات برشلونه لمنطقه معينه يعني لو مثلا قفلوا اللعب على بوسكيتس كان الهدف منه بي... هم جو جو هو يوجهوا... كده قفل زوايا التمرير على بوكس, بوكس. بالظبط بوكس. عشان ها. يوجهوا برشلونه اللي هم يبداوا الكوره من ناحيه واحد من وده اللي كانوا برشلونه جاهزين ليه يعني تريشتيجن في اللعبه دي بدا الكره من عند اراوخو لما لقى بوسكيتس مقفول لو رحنا بعد للصورة اللي بعد كده هنشوف هنا ازاي لما ديونج وجافي بعدوا الاثنين بتوع الدائره عن عمق الملعب عملوا تشانل للباس بالظبط اتفتحت منطقه هنا نزل اوباميانج استلم فيها الكره من اراوخو على طول نروح للصورة اللي بعد كده مم. وكان على طول جافي هو اللي بيسرق في المساحه اللي في ظهر اوباميانج لما راجل السنتر باك يطلع يقابل اوباميانج في الحته دي ويسيب المساحه وراه ويسيب المساحه في ظهره جافي يشتغل فيها لو هنشوف بقى الفكره الثانيه اللي كانت موجوده عند فالنسيا في الضغط او لتوجيه ضغط برشلونه لما لقوا برشلونه شغالين كده فحاولوا ان هم يقفلوا على السنتر باكس ويخلوا عادي عند بوسكتس دايما عندك دايما في اثنين لعيبه زياده بالظبط وبرشلونه الجميل اللي هم كان عندهم افكار يعني ما عندهمش اي مشكله هتقفله كده احنا عايزين ده الشغل بتاع جافي ان هو يشتغل بشكل رجع رجع لما, يعني لما كان بيبدا على لما كان بيبدا بقى من عند بوسكيتس كان بوسكيتس لما بياخد الكوره بوسكيتس يعني هنا بيبان الكواليتي بتاع اللعيب الارتكاز اللي هو عنده جوده على الكوره بوسكيتس بيستلم الكوره تحت الضغط ما عندوش اي مشكله رحنا الصوره اللي بعد كده هنشوف ان بوسكيتس هو بس يا أف... جماعه عايز اقول حاجه برضو للمدربين الصغر... الشباب اللي بيتفرجوا علينا ان انت لو بتحاول تنفذ الاسلوب ده مع لعيبه <applause> الكواليتي بتاعتها ما بتعرفش انها تستلم تحت ضغط وما بتعرفش ان هي يبقى يبقى فاتح زاويه التمرين بشكل كويس ومحضر اللعب هتخش في ازمه كبيره هتخش في ازمه كبيره هتخش في مشكله أه في مشكله كبيره عايزين أه أه طارق بشكرك تعالى أه يعني طبعا نتكلم عن أه أه طبعا وفوز مهم جدا على برشلونه عايزين نتكلم على الدوري الانجليزي عويس وطبعا فوز توتنهام على السيتي اللي كان مفاجاه يعني أه قدر توتنهام ان هو يعني يفوز على السيتي في ملعب الاتحاد في مباراه يعني كنت عمل ماستر كلاس يعني تاكتيكال ماستر كلاس ضد جوارديولا وقدر ان هو يعني يلعب يلعب مباراه مهمه جدا عشان يا يبقى الفرق عايزين نجيب بول. جدول الترتيب فرق ست نقط وليفربول عنده ماتش ان هاند يعني عنده ماتش اقل او عنده مباراه يقدر ان هو يلعبها ممكن الفرق يبقى ثلاث نقط ولسه في مباراه ما بين ليفربول وما بين مانشستر سيتي، السيتي في الصداره طبعا 63 نقطه آه ليفربول 57 آه آه نقطه، تشيلسي بعد الفوز المهم على نورتش في المباراه الاخيره تشيلسي 50 نقطه، مانشستر يونايتد 46 واستهام هام 42 ارسنال 42 آه يعني وش يعني الناس كلها بتقول ان ارسنال صعب ان هو يخش في التوب فور لكن انا شايف ان هم قريبين وولفرهامبتون عاملين موسم هايل 40 نقطة توتنهام تسعة اه 39 نقطة اه برايتون 33 نقطة ساوثهامبتون اه 32 اه نقطة لسه سيتي وموسم سيء جدا مع بريندر رودجز هذا الموسم وفي تفكير ممكن في التغيير اه استون فيلا 27 نقطة اه كريستال بالاس 26 نقطة عاملين موسم هايل مع باتريك فييرا برينفورد 24 نقطة ليدز يونايتد يعني ونتائج متذبذبة يعني بعد ما قدر يرجع في المباراه الاخيره امام مانشستر يونايتد 2-2 المباراه انتهت بفوز مانشستر يونايتد 4 اثنين على ايلاند رود ملعب ايلاند رود ايفرتون 22 نقطه وتحسن النتائج تحت قياده لامبرد نيوكاسل يونايتد وطفره كبيره في اداء نيوكاسل تحت قياده ايدي هوي طبعا المدرب الواعد والمدرب اللي قدر يغير حاجات كتيره جدا وقدر ان هو يتعامل بذكاء كبيره جدا مع الانتدابات وغير مراكز بعض اللعيبه الماتش اللي فات نيوكاسل تحس انه هو ده بقى نيوكاسل يعني ف يعني فرقه بتلعب بروح كبيره جدا و و واسكيه جدا في في في, في 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 ان هم يعني الانتدابات كانت فيها ذكاء كبير جدا وما فيهاش تكلفه عاليه قوي وده مهم مهم واتفورد 18 نقطه وفوز مهم آه هذا الاسبوع تحت قياده طبعا هوتشسون المدير الفني الانجليزي المخضرم بيرنلي وموسم آه صعب مع فايتش 17 نقطة نورويدج سيتي طبعا في المركز الأخير 17 نقطة عويس الدوري الإنجليزي ولع الدوري رجع الملعب تاني مم. لو تفتكر احنا من قبل بطولة أفريقيا ميدو قلنا يعني كان بنسبة كبيرة كان الدوري الإنجليزي حسم لمانشستر سيتي مم. أنا بقول إن ليفربول طب آه الماتش الجاي اللي هو يع... 9 إبريل ده فين؟ الإتحاد في الإتحاد بص يعرفوا ميدو يلعبون في الإتحاد برضه ليفربول يعرفوا يلعبون في الإتحاد بس مم. لا الدوري رجع في الملعب يعني احنا كنا بنتكلم في شهر واحد إن الدوري بنسبة كبيرة خلاص آه حسم آه. خلاص وكنا كنا كمان خايفين من ليفربول يلخبط لان ماني مش موجود ومحمد صلاح انا بقول ان هم بيجنوا ثمار ان هم وهم مش موجودين كسبوا ماتشات وما لخبطوش خالص وانت عقده مع دياز ده جامد جدا برضه دياز لعيب كبير لعيب كبير قوي سريع يعني عنده سرعات مش طبيعيه ولا لعيب كبير يعني اصفقتوا عشان هايلايتس رهيبه لا لا لعيب لعيب محترم يعني لسه هياخد وقته يعني طارق نيوكاسل ايه رايك في نيوكاسل والتطور اللي حصل في مستوى نيوكاسل تحت قياده ايدي هو في وقت يعني يعتبر قياسي يعني هو تطور كانوا محتاجينه علشان يهربوا من من الهبوط خصوصا بعد الاستثمار السعودي ما دخل في النادي ما ينفعش ان انت تبني مشروعك وانت في الدرجه الثانيه ده هيعطلك بشكل كبير جدا فكان مهم جدا ان هم يتطوروا والنتائج تتحسن مع ايدي هاو في الفتره الاخيره اختار كويس كمان اه راجل عنده خبره في زر... البريمير ليج اختاره... مع... اختاروا اختاروا مناسب اختار للمرحله دي ايوه يعني زكي. هم زكي. دلوقتي لو كانوا جابوا مدرب كبير قوي كان هيبقى فيها هيبقى برضه وبورنموس لما كان ادي هو ماسكهم كان هي دي المنطقه اللي هو بيلعب فيها اللي هي منطقه دي, دي من اه مع... اللي هو يهرب من من الهبوط فهو يعني كان اختيار ذكي زي ما بتقول وهي نتائج كانوا محتاجين ان هم يتطوروا مم. فيها يعني في, ال... في الوقت ده تعالوا نشوف الماتشات اللي جايه لليفربول او الفيكتشرز اللي جايه لليفربول والسيتي قبل ما يلعبوا بعض يوم 9 ابريل على ملعب ال... الاتحاد يعني طبعا دي مباريات السيتي عنده ايفرتون اواي وبعد كده مانشستر يونايتد هوم. وبعد كده يوم 14 مارس, مارس كريستال بالاس اواي، ماتش مش سهل طبعا، برايتون هوم، بيرلي اواي وبعد home. كده ليفربول هوم. بعد كده ليفربول هوم. هيكسب الماتشات دي كلها. هيكسب ايه؟ هيكسبها كلها. لا مش هيكسب يونايتد لا، صدقني هتشوف يونايتد هم اللي عطلوه. ليفربول هيلاعب ليدز هوم. ويست هام هوم. أنا في رأيي ماتشين في المتناول. ارسنال برايتون اواي ارسنال اواي ده ممكن الماتش اللي يحصل فيه تركايه مانشستر يونايتد هوم ماتش صعب واتفورد هوم بعد كده مانشستر سيتي مانشستر سيتي اواي ليفربول هيتعطلوا قصاد ويست هام وبرايتون ويست هام وبرايتون ده اللي انت ده اللي انت ده اللي انت بتتمناه ولا ده انت بتتوقعه؟ لا ده اللي بتوقعه مش اللي بتمناه <applause> يعني, أولا يعني أولا. طبعا الجميل ان الدوري الانجليزي ولع الدوري الانجليزي ولع مره ثانيه وهو ده اللي احنا كنا اللي كنا عايزينه عاوز بشكرك حبيبي شكر الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله طارق بشكرك شكرا يا شكراً الاسبوع الجاي على خير يا يعني طبعا دي كانت فقرتنا زون 14 وحديث عن اهم المباريات في الدوري الاوروبي والماتشات الماتشات اللي في اوروبا الاسبوع ده بعد الفاصل هيكون معايا الكوره بيزنس مع عبدون وهنشوف النهارده هيكلمنا في في ايه خاصه ان في تغيرات كتيره جدا بتحصل في الاستثمار في الرياضه وفي الكرة في مصر وعايزين دايما نستغل الفقره دي ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل بره وايه اللي احنا نقدر ان احنا ننفذه عندنا اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المنتدى وفقره الكوره بيزنس مع عبدون عبدون مساء الخير إيه الاخبار عامل ايه منورني الحمد لله. عبدون حاجات كتير بتحصل في اخبار الترانسفيرز بدري السنه دي في الموسم دايما احنا متعودين الترانسفيرز الناس بتستنى لما الموسم قرب يخلص بقى العجله تبتدي تدور انما السنه دي يعني وجود اسماء كبيره متاحه آه وناس ليها باي اوت كلوز او ليها شرط جزائي وناس فري واسماء كبيره حرك العجله بتاعت الترانسفيرز بدري بدري آه ملخبط الموسم ده ملخبط المشهد الكروي خالص اللي بيحصل دلوقتي ميدو ان البي اس جي حطوا اوفر لمبابي اخر اخر اوفر بالنسبه لهم ان هم عرضوا مليون يورو في الاسبوع ولا آه يعني يقبل يعني <تصفح> انت جاي تاخد المليون يورو 52 <تصفح> <تصفح> 52 مليون في السنه <تصفح> يعني معدي ال 70 مليون دولار في السنه الله. فطبعا رقم رقم مرعب ده, 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 الأكبر ت... ده, ده الاكبر في التاريخ ده الاكبر في التاريخ وهو لو تاخد بالك ان الفتره اللي فاتت من بعد الشرط الجزائي اللي كسر بتاع نيمار ابتدى يبقى الترانسز الكبيره كلها اللي زي بتاعه ميسي ب... ب... ميسي اتحرك ببلاش من 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 برشلونه م. فقدر فعلا ان هو يماكسمايز ال... ال... أو... او يعلي المرتب بتاعه ويعلي البنفيتس بتاعته مع مع, مع بي أس جي وهو ده الواضح اللي واضح ان هو الاتجاه في كله ده الاتجاه البتالي الاربعه الكبار اللي هيبقوا في الترانسفيرز في الفتره اللي جايه هم هاري كين ومحمد صلاح ومبابي وهالاند فبالتالي هم الاربعه دول هم اللي فيهم او ال... اللي عليهم الكلام الكبير قوي في الفتره اللي جايه اللي حصل بعد الاوفر ده ان ريال مدريد ابتدى يتحرك في اتجاهين ميدو يتحرك في اتجاه ان هو راح راحوا لمبابي وحطوا له اخر اخر اوفر وفي نفس الوقت تاخير العرض تاخير العقد بتاع سبوتيفاي مع برشلونه خلى آآ آآ ريال مدريد يتحرك لهالاند لان لقوا ان هو امبابي اوريدي بقاله بقاله طول طول الوقت ده بيتهيألي برضو ان الماتش الماتش بتاعهم في تشامبيونز ليج مع ريال مدريد ليه دور اكيد في تاخير في تاخير القرار بتاعه عشان يبقى قادر فعلا ان هو يأدي بشكل كويس من غير ما يبقى متأثر بأي بأي توقيع عقد فبالتالي ده اللي ملخبط المشهد شويه فزي ما بقول لك ريال مدريد حط اوفر اخير لمبابي ابتدى يتحرك لهالاند وفي نفس الوقت بدل امبابي الخطه البديله بتاعته هي هي محمد صلاح لو امبابي ما ما مضاش في او او يعني ما تحركش ناحيه ناحيه ريال مدريد وبالذات ريال مدريد الفتره طيب اللي فاتت طب اللي جاب لصلاح؟ انا بص على اسالك سؤال برضو يعني انا اعرف ان ريال مدريد منظمين بشكل كبير جدا في تعاقداتهم يعني ولو ما عرفش يتعاقد مع هالاند هيبقى اكيد بيدور على تارجت مان تاني يعني لان صلاح لعيب مختلف تماما لعيب مختلف مش ما بحبش اتكلم في الحته الفنيه اكيد انت تقدر تبقى مفيد فيها, مفيد فيها اكتر الحته الفنيه بس بالنسبه له هو بيعمل جلاكتوكوس تاني صلاح البرفورمنس بتاعه في كل حته من اول لما من اول لما كان في روما كان كويس بتهيألي برضه فنان انت قادرة بس ريال مدريد فرقه بتلعب دايما تحت الكوره الطريقه بتاعته هي ممكن يبقى بديل لجارث بيل اسكو مش مش بيأدي بشكل بشكل قصدك قصدك ان ريال مدريد في الماركت لازم يجيبوا اسم كبير لازم يجيبوا اسم كبير ولازم آه. يعمل ال ان هو عنده بلان ثانيه لجلاكتيكوس في في الفتره في الفتره اللي جايه وعشان كده بتالي ان هو لو ما جابش امبابي وهي دي التقارير الاسبانيه النهارده كلها في الميديا كانت بتقول ان صلاح هو الخطه البديله لو مبابي ما جاش وابتدوا يتحركوا الهالند مع ان احنا الاسبوع اللي فات كنا بنقول ان 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 فعلا قريب من برشلونه وبيتكلموا في محادثات كويسه جدا او في متقدمه مع برشلونه بس بعد الاوفر ده بتاع مبابي ابتدى يحصل تحركات فوريه لمبابي لهالاند عايز اقول لكم عايز اقول لكم يا جماعه ان موضوع مبابي ما بين بيريز ونصر الخليفي هم يعني <applause> بالذات من ناحيه ناصر الخليفه انا أعرف يعني ان هو واخد الموضوع بيرسونال قوي يعني واخد الموضوع يعني ان ان ما ينفعش ان اي نادي مهما كان حجمه ان هو يجي ياخد لعيب من عندي وهو يعني هيحاول يعمل كل حاجه ان هو يبقي على امبابي في آآ آآ باريس سان باريس سان جيرمان هيحاول ان هو يكسر سقف رواتب هيحاول ان هو ايا كان هيعمل ايه هي هيعمل الماكسيمم عشان يبقي عليه في الفريق بس انا عندي وجهة نظر هنا ميدو بالنسبة لمبابي وهو المثال بتاع كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو لما كان في مانشستر يونايتد انتقل من مانشستر يونايتد لريال مدريد كان سعره 60 مليون في مانشستر يونايتد راح ريال مدريد ب 94 مليون يورو وفي الوقت ده لو تفتكر كان في كلام كتير جدا ان هم ان الصفقه دي صفقه غاليه جدا وريال مدريد مش هيبقى عنده المردود الطيب من 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 الصفقه دي وبالرغم من كده كريستيانو في الوقت ده كان ذكي جدا ان هو باع الايمج رايتس بتاعته لريال مدريد في 2009 وده اللي خلى ريال مدريد تبقى بتزق البراند بتاع بتاع كريستيانو كريستيانو قبل ما يروح ريال مدريد كان معاه بالون دور واحده كان معاه واحده بس كان معاه بطوله بطوله تشامبيونز ليج واحده بعد بعد ريال مدريد جاب اربعه بالون دور وجاب اربعه تشامبيونز ليج في 2013 لما لما لقى ان الدنيا متحركه في الايمج جايز بتاعته بشكل قوي اتفاوض تاني مع ريال مدريد خد الايمج جايز بتاعته ومش عارف ناس ممكن تبقاش عارفه المعلومه دي بس هو باع الايمج جايز بتاعته لبيتر ليم اللي هو مالك نادي فالنسيا اللي هو ملياردير سنغافوري شركة اسمها مينت ميديا هي صاحب جاري نيفل ده <applause> معرفش طبعا <تصفيق> <تصفيق> بس هو هو اللي جابه هو اللي جابه جاري جاب المدرب هو صاحبه بس بس هو بس بيتر بيتر او الشركه اللي اسمها مينت ميديا هي اللي شاريه الايمج رايت بتاع كريستيانو رونالدو من 2015 وكان ذكي جدا في التحرك ده ان هو قدر يفتح سوق كبير جدا ليه في, في في اسيا ومضى ومضى الوقت ده هو اللي مضى العقد مع الشركه الراعيه بتاعته بمليار دولار اللايف تايم كونتراكت او اللي هو العقد المدى الحياه فده برضه يقول لك إن, ان مش شرط ان انت يبقى معروض عليك 50 مليون يورو في السنه معناها ان انت توافق لان فعلا الريورد او الـ المكاسب اللي ممكن تخش ممكن أكبر من عقد زي ريال مدريد ممكن تبقى اكبر بكتير هو عنده 23 سنه خد كاس عالم عمل حاجات كتير اوريدي عقوده في حته كويسه فبتهيألي ان ريال مدريد هيبقى نقله لمبابي او لصلاح او لاي حد يروح يعرف يخش في المشروع بتاع ريال مدريد ويبقى عنده العقليه النموذجيه واللي هي بتنفع ريال مدريد زي كريستيانو رونالدو بتهيألي ان الفلوس اللي تخش له ممكن تبقى اكتر كتير جدا من تفصيله العقد ب 20 ولا ولا ب 50. عبدونا عايزين نروح على موضوع السكند ديفيجن او الـ الدرجه الثانيه وفي مصر اتخذ قرار ان بدايه من الموسم القادم ان شاء الله اللي اللي عندي يعني ان الدرجه الثانيه عندنا هتبقى دوري الدرجه الثانيه والممتاز به اللي بيقول عليه دلوقتي هيبقى دوري الدرجه الثانيه وهيكون مكون من 24 فريق من مجموعه واحده انت شايف ان القرار ده هيساعدنا ازاي ان احنا نقدر نسوق دوري الدرجه الثانيه وان احنا نقدر ان احنا يعني يكون ندخل فلوس للانديه الانديه دوري الدرجه الثانيه وفي نفس الوقت طبعا في فرق هتنزل فالدوري الدرجه الثالثه كمان هيبقى قوي هيبقى قوي هيبقى قوي جدا ده بالضبط. نقدر يقدر يساعدنا ازاي في التسويق من ناحيه التسويقية خليني برضو يا يعني ام بتالي احنا اتكلمنا من ثلاث اسابيع على الموضوع ده في الحلقه بتاعت الديجيتال والحلقه بتاعت تيك توك وانت حتى كنت في اخر الحلقه بتسال ازاي احنا نقدر نبقى بنفيد بنفيد الـ بنفيد الـ الاتحاد او بنفيد الكره المصريه بالافكار اللي احنا بنتكلم عليها ودي كانت جت في الحلقه من ثلاث من اسابيع اللي انا اللي انا عايز اقوله ان القصه دي اتعملت في اوروبا لا لو 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 نرجع على الشاشه بس على اول اول سلايد على اول على اول, أول سلايد لان اللي حصل في انجلترا اللي حصل في انجلترا ان هم في 2016 رجعوا غيروا غيروا اسم الـ اسم الـ الدرجات اللي تحت الممتاز من انجلش فوتبول ليج لفوتبول ليج غيروا غيروا اللوجو بتاعها وابتدوا يتجهوا ناحيه ان هم سالوا كل الستيك هولدرز الموجودين مين الناس الموجودين المشاركه كونت ده الاسم التجاري اه بالظبط الاسم وباعوا الاسم التجاري فهم غيروا غيروا الاسم الاي اف ال وغيروا اللوجو وابتدوا يقربوا اكتر من الـ من الـ من الناس وفي الوقت ده من 2004 الشامبيون شيب لما 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 اتنظمت بشكل بشكل منظم بقت رابع اكتر بطوله بتتشاف في في اوروبا عندنا الـ عندنا الـ الارقام بتاعه الفيورش في, في اوروبا كلها ان اكتر حاجه كانت طبعا البريمير ليج 12 12 مليون واحد بيشوفها في الملعب وده رقم رقم كبير جدا تاني حاجه كانت لا ليجا وثالث حاجه بوندس ليجا ورابع حاجه زي ما انت شايف رابع حاجه كانت هي الشامبيونشيب وخامس حاجه كانت يعني ده, كانت ده اكتر الجماهير حضورا للمباريات بالظبط صح يعني. انجلترا يا جماعه 13 مليون 13 مليون, 13 مليون تقريبا 14 مليون ده لما الشامبيونشيب اتعملت في 2004 لما اتنظمت آه. في 2004 كانت رابع رابع واحده بت بت بتتشاف بحوالي 9 مليون 9 مليون واحد بيشوفوها في بيشوفوها في الملعب لو رحنا بقى اللي عندنا ميدو للممتاز بيه عندنا وطبعا احنا برضو اتكلمنا ان هو حتى اسمه هنتكلم على الموضوع ده في في اخر في الجزء اللي جاي في ان الاسم بتاعه ما ينفعش يبقى المظاليم ولازم يتعمل له براندنج بشكل معين بس قبل ما نخش في الحته دي هن... لو احنا بصينا من 2015 ل 2016 هنلاقي ان ال... ال... الدوري كان كان بيتكون من 6 مجاميع وكل مجموعه كان فيها 11 فريق فكنت بتكلم في 2015 2016 كان عندك 66 فريق ده دوري الدرجه الثانيه دوري الدرجه الثانيه اه 2000 2016 2017 كان في مجموعه فيها 19 مجموعه فيها 17 مجموعه فيها 18 فالمجموع بتوعها 54 م. 2017 2018 48 فريق 2018 2019, -2019 42 فريق 2019 2020 36 فريق ده بيقول لك برده ان الفاضل ان مفيش دوري في العالم يبقى شغال سنه انت بتهبط 10 وبتطلع خمسه وبتطلع نقفة ال ال العشوائيه اللي كانت موجوده مبسوط ان الناس ابتدت تتحرك في اتجاهات كويسه في ال الاتحاد برده سابقا خد خطوه في الموسم بتاع كورونا ان هم يعملوا فعلا دوري من 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 مجموعه واحده من 24 فريق بس للاسف ان كورونا كانت عائق على ال عاقل الموضوع اللي هيحصل بقى دلوقتي ان هم في 24 فريق الحاجه اللي عجبتني الصراحه في القرار برغم ان انا مستكتر ال 24 فريق شويه بس ان هو ال 24 فريق لوجيك يعني. انا على رايي يعني ما انا ما انا انا هقول لك بس هسالك آه. على على ماشي. سؤال كده عشان برضو نبقى نبقى قادرين نعرف هي عامله ازاي بس احنا في الموسم 2023 2024 20, هيبقى 20, 24, هبقى 24 أخير فريق اخيرا يا جماعه دوري الدرجه الثانيه هيبقى مجموعه واحده زيه زي وزي الدوري الممتاز ولازم الدوري ده يتسوق بشكل كويس ولازم يبقى في برسنتج من 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 اعاده او من 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 البث من عوائد البث بتاعت الدوري الدوري الممتاز ان هي تخش لانديه الدرجه الثانيه عشان تعمل لهم باراشوتنج او تقدر تقربهم من منهم يبقى في عوائد ماديه كبيره لازم الدرجات تخدم على بعض لان هي كلها على فكره في الاخر سيرك الواحد <applause> نجاح انت اه رابطه بتاعت الدوري ممتاز لكن نجاح الدرجه اللي تحتيك هينجحك اكتر ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في بلاد تانية سبقونا بكتير فيها. أنا مش عارف طبعا المقترح اللي معمول أو الاتحاد عامله إيه دلوقتي أو الرابطة بس الـ من وجهه نظري انت لو انت عندك دلوقتي 18 عندك 16 فريق في ثلاث في ثلاث مجاميع في ثلاثه هيصعدوا فلو انت خدت سته من كل مجموعه هيبقى في كده 18 فريق وثلاثه من اللي بيهبطوا وثلاثه من اللي بيصعدوا وثلاثه من بيهبطوا ممتاز وثلاثه من اللي بيصعدوا كده انت كونت ال 24 فريق بتوعك بتوع الـ بتوع الدوري بس هنا احنا بقى عندنا 46 اسبوع فهل احنا انت عندك كل فرقه هتأهل هو هيبقى دوري رايح جاي؟ فانت بتتكلم في 46 اسبوع ودخلنا في الحته دايما لما كانت الانديه بتتكلم او اي ما بيطلع اي حد في اتحاد الكوره عايز يعمل مجموعه واحده كانت دايما الانديه بتشتكي من التكلفه بتاعه السفر وازاي الناس هتبقى لا الناس هتسافر وانا جاي لك بقى في دي آه. انا انا جاي لك انا جاي لك في النقطه دي بس مم. بس هنا عندنا اول مشكله اللي هي 46 اسبوع فهل هم هيعملوها بنظام بلاي اوفس او بنظام او بنظام ايست باوند ويست باوند فترجع تاني مجموعتين زي ما زي ما بيتعمل مثلا في في الدوريات في في امريكا في الـ في الان بي ان هو يلعب الايست بيلعب مع بعض والويست ولا ولا هيبقى عامل ازاي مش عارف الكويس احسن حاجه في الموضوع ان احنا عندنا وقت نخطط ان هو قال انا مش هعمل الموضوع ده الموسم الجاي انا هعمل الموضوع ده الموسم اللي بعد الجاي فهو عنده وقت يفكر ويخطط ويسأل انا رأيي اقول انا رأيي اقول لك بصراحه ايه انا رايي ان الدوري ده يتلعب دور واحد كل فرقه تلعب 23 اسبوع ويتاخد الثمانيه الاوائل يلعبوا بعض يلعبوا بعض بلاي اوفز والثلاثه والثلاثه الاوائل ان هم يصعدوا الدوري الممتاز طبعا دي ب... لازم لازم تعمل كده على فكره بلاي اوفز دي بقى ممكن تبيعها لوحدها برقم تاني بلك تاني خالص غير الدوري من برضو الحلقه بتاعت 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 تيك توك كميدو احنا لو تفتكر تيك توك احنا قلنا دي منصه صينيه بتتشاف في الفيديوز اللي في مصر بتتعمل من تيك توك بتتشاف 32 مليار مره في الشهر فالفكرة كلها كانت ان دوري زي ده يقدر يبث فعلا على ديجيتال كنا عملنا حسبه بسيطه درجة دور درجه دوري الدرجه الثانيه طبعا م. اول حاجه اول حاجه ان انت تعمل المنتج ان انت تبتدي تبراند المنتج في شركات كتير جدا في مصر بتعمل براندنج كويسين جدا انت ممكن يبقى في مسابقه على كده الدوري ممكن يتسمى ليج مصر او يتسوق يعني يبعد عن ان هو يبقى اسمه ممتاز ب يبعد عن ان يبقى اسمه حاجه حاجه مختلفه عندنا عندنا انا المفروض انا شايف ان هو المفروض يبقى اسمه دوري الدرجه التانية مهم يبقى ليه اسم يعني آه هو اه دوري ليه اسم سيكند ديفيجن بس يبقى ليه اسم آه يبقى ليه لوجو اسمه وليج مصر وات آه بس محتاج يبقى ليه اسم المنتج بقى ايه المنتج اللي هيطلع لنا هيطلع لنا ملاعب هيطلع لنا لعيبه كويسه هيطلع لنا هيطلع لنا حكام حكام كويسين ناشئين المواصلات فكل الحاجات دي هي هي اللي هتطلع لك منتج تقدر فعلا منه تبيع وبعد كده تخش على الموارد الماليه وتقدر فعلا تبقى بتشتغل على الموارد الماليه بتاعت الديجيتال لما انت يبقى عندك الفيديوز في مصر من تيك توك بتتشاف في 32 مليار مره في الشهر يبقى الفرصه ان دوري زي ده يتذاع فعلا زي ما كنا بنتكلم على كوره بلس والحاجات دي في فرص كتير جدا ان انت تبقى بتذيعه وخلاص وساعتها الانديه تقدر تبقى بتاخد فلوس من ال... <applause> من, ال... من ال... <applause> وزي ما انت قلت السوليداريتي السوليداريتي بيمنتس والباراشوت بيمنتس الحسبه اللي احنا عملناها كانت ان لو الفرق هتطلع تلعب 16 ماتش بره لو سعر ال... تذكره تذكره الطياره 1500 معناها ان كل فرقه محتاجه الف جنيه طيران طيران في الموسم ده لو اتلعب من دورين من دورين ده لو ده لو اتلعب من دورين قلنا تقريبا ان كل فرقه تطلع ست تلعب بعيد عن ملعبها 16 اللي هو محتاج طياره حوالي 16 ماتش لو حطيت 100000 جنيه كمان للمعسكرات لكل ماتش كل فرقه كده هتحتاج 2 وربع مليون فبتتكلم ان محتاجين من حوالي 54 مليون كدعم من فوق لتحت عشان تقدر فعلا تعمل دوري ناجح ما ينفعش تلعب بدون من دورين مستحيل يتلعب من لان انت اصلا ما عندكش 46 اسبوع لا عندك 46 هو السنه كلها 52 اسبوع فاللعيبه هتاخد اجازه وتشتغل امتى وتعمل بري سيزون امتى فلازم يتلعب من دور واحد تاخد الثمانيه الاوائل تلعب بيهم بلاي اوف وتشوف مين اللي هيصعد معاك وتتسوقها بشكل كويس جدا وتبقى كانها دوري لوحده وتورنمنت لوحدها وعلى فكره يا جماعه الكلام ده كان موجود عندنا في مصر زمان زمان طول عمرنا مصر كنا نسمع عن دوره الترقي خلي دوره التلقي دوره دي ضرب دور نار الناس كلها مصر كلها كانت بتتابعها نعم لا زحمه وماتشات بتبقى كبيره آه و... و... لازم نرجع للكلام ده فبتهيالي ان مع الفرقه كمان اللي بقت موجوده تحت ونبتدا في شركات خاصه فوق فبقى في انديه كتير جماهيريه تحت يا فانت بتتكلم ان ال 24 نادي دول هيبقى فيهم انديه كبيره زي الترسانه وزي البلديه وزي طنطا وزي اسوان فبتهيالي انها تعمل تنافسيه عاليه جدا هتقدر ت... تعمل منها كونتنت كويس وهتقدر فعلا تبقى كمان فاترينا يبقى مدربين المنتخبات شايفين ومتفرجين على 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 على, على اللعيبه بشكل بشكل اقوى بكتير جدا عبدون بشكرك اسامه وعايزين يعني الاسبوع الجاي نتكلم عليه أه لا لسه طيب مش فجاه <applause> شكرا عبدون بس يعني طبعا دي كانت حلقتنا النهارده ودي كانت فقره الكوره بيزنس مع عبدون اللي دايما بنحاول نشرح للساده المشاهدين ان الكرة مش ملعب بس، كرة ملعب ومكتب وفريق اقتصادي لازم يبقى شغال لك بيطور لك من الموارد بتاعتك وازاي ان احنا نقدر ان احنا نستفيد الناس بره شغاله ازاي واتمنى ان حضراتكم يعني واحنا كلنا بنستفيد من الكلام اللي بيقوله عبدون ونقدر ان احنا نفكر مع بعض ازاي ان احنا ندخل الكلام ده في الكرة المصريه وعندنا زي ما عبدون قال عندنا شركات تقدر على اعلى مستوى من ناحيه التسويق تقدر ان هي بس الاتحاد يستعين بيها ونقدر ان احنا نسوق المنتج بتاعنا الدوري بتاعنا ودوري الدرجه الثانيه ودوري الدرجه الثالثه والمباريات بتاعه المنتخبات وكل حاجه بشكل بشكل كويس تصبحوا على خير واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده على خير باذن الله